عم صورهم من تحت هلا. هدول برازيليين. التلفزيون عم بيصور. طبعا انا ما فهمان شيء عليهم شو عم بيقولوا، بس انه يعني حلو واحد عم نصور. برازيليين نيمار. بحكي مع الكاميرا هلا، اللي ما بيعرف حيفكرني مجنون، بس في عالم عم بتشوفني بهالفيديو، عرفت كيف؟ الواحد بس بده يحكي مع الكاميرا العام تطلع فيه بالمقلوب، هاي شغلة حلوة، خلوهم مستغربين. هلا حفوت لكم بين العالم هلا. مستغربين مع مين عم بحكي؟ ها؟ عم بحكي مع الكاميرا. لأنه يعني في عالم شايف. هلا هدول كلهم يمكن من المكسيك، حتى هذا الكلب يمكن من المكسيك. هيك ملا كلب بيشبه الليف المحروقة. هدول عم يحضنوا بعض كانوا. تعي يا امي تعي شوف الفرقة. طبعا انا مالي عليها بكل هالحفل، بس انه الفضول بيكبر. هاي الفرقة عن قريب. تعي يا امي تعي. كيف مستغربة؟ عم تحكي؟ شو رأيك بالمعزوفة؟
ذنبي. Tan fuerte que suena de aquí a las cataratas de Niágara. ¿Sale? A ver, vamos a hacer un ensayo, digan. Wow, el funeral de mi abuelita ha estado más fuerte que eso. ¿Qué pasa? Vámonos, vamos. ¡Viva México! واقفين هون والمكسيكيين ورا لانه مش مجتمعين مع بعض.
بدك تشربي مي؟ لا. بنلحق نصور هاي البلدية من قدام. هنمشي لقدام شوي. هاي اللي هون هاي. بقى شيك كده من الوشك بشكلها. هون لقيتوا العالم بيلعبوا شطرنج. هدول ايه؟ طاولات للشطرنج. اللي بفكر بالشطرنج. هيا. بتحدوا بعض. تعي يا امي. انا ما بفهم بالشطرنج. لا عم يلعبوا شطرنج. هاي الحريم. واحلى حريم. هذا الباص ستريت. هي هذا المبنى من هالميلة. هي شايفينه كيف؟ هذا لازم يكون مضوء. غريب مش مضوء. هذا الباص على الكهرباء. هذا ستريت. هذا المبنى. يلا تعي امي تعي. اولد سيتي هول. شو يعني هول؟ هذا هو المبنى. Oh, guys, open up.